أهلا ومرحبا بكم من جديد. هذا أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه يصف لنا أوائل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، يقول: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي قلت: يا رسول الله، انزل أنت في العلو وأنا أنزل هنا في السفل. كره أبو أيوب رضوان الله عليه أن يسكن في الدور العلوي وأن يسكن الرسول صلى الله عليه وسلم في الطبق الأرضي، وهذا أدب وإيثار. أبو أيوب يعلمنا كيف نكرم أهل الفضل فينا، ويعلمنا أنه حتى لو كان في بيتك وجاءك من تحب، فمن تمام الإكرام أن تنزل له عن أفضل مكان. هذا إذا كان محبوبا، فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعال إلى ما يقابل ذلك من عظيم وكريم أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: يا أبا أيوب، إني رجل مقصود، يأتيني الناس ويغشاني الناس، هذا جاء ليسأل، وهذا جاء ليتعلم، وهذا جاء ليتبرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء ليسلم، ناس كثير. فإذا سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطابق العلوي يشق على الناس الذين سيأتون، أو يشق على رسول الله أن ينزل لكل واحد. فرضي أبو أيوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم على كره منه، أنه يكره ذلك، يقول: كرهت أن أعلو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان لنا إناء من ماء فعثرت به أم أيوب يوما، لما يسقط الإناء، وكانت الدور ليست كهذه الأيام، وإنما كانت الدور سقفها يسرب الماء. يقول: فقمنا أنا وأم أيوب إلى قطيفة لنا، والله ليس عندنا غيرها، كنا نفرش نصفها ننام عليه، والنصف الآخر نجعله لحافا، نفرش نصفها ونلتحف بالنصف. فقمنا بها وفي البرد الشديد، في وقت برد، قمنا نجفف الماء حتى لا يسقط على رسول الله قطرة ماء. انظر إلى هؤلاء في هذه الأيام الذين يدعون أنهم ينصرون دين الله ويتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم مؤمنون ويحبون الحق، ويسيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذاته مرة، في سنته مرة، في أصحابه مرة، في أزواجه مرة. انظروا إلى أبي أيوب، بلغ من احترامه وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كره أن تسقط حتى قطرة ماء على رسوله بأمر لا ذنب له فيه. يقول: فجففناها، ووالله بتنا في شدة البرد، فلما طلع النهار نزل أبو أيوب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه ما كان، وقال: يا رسول الله، إنه يشق علي أن أنزل هنا وأن تنزل أنت يا رسول الله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبي أيوب. أبو أيوب يقص علينا أمر آخر من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم أيوب تصنع طعاما، الرسول صلى الله عليه وسلم ضيف في بيته، نعم من الأنصار من يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، منهم من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا أيوب يحب دوما أن ينزل طعام من عنده إلى رسول الله. وانظر إلى من يلعب الشيطان برؤوسهم ويقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر. نعم، لكنه بشر يوحى إليه، لكنه خير البشر صلى الله عليه وسلم، لكنه أحب الناس إلى رب الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم امتلأ أنوارا، لكنه محدث من الله، لكنه قريب إلى الله، لكنه في أعلى مقام إذا ذكرت المقامات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك الناس بالنظر إليه، فكيف بأن يشاركوا رسول الله الطعام؟ فسيدنا أبو أيوب يقص فيقول: فكنا ننزل الطعام إلى رسول الله أولا، يقدم رسول الله على نفسه، ورب البيت يقدم رسول الله صلى الله على نفسه وعلى أهل بيته. فإذا أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله أعظم الناس أدبا وما زال، فإذا صعد الطعام
يقول فتيممت أنا وأم أيوب، يعني قصدنا موضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس البركة. إذا صعد الطعام من عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون في المكان الذي يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، يقول فتيممنا المكان نقصد البركة بأن هذا الطعام مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى صنعت أم أيوب يوما طعاما فيه هذه الشجرة الثوم أو البصل، فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفعه النبي إلينا لم نجد فيه أثر يد رسول الله. يقول ففزعت، انظر إلى تعبير سيدنا أبو أيوب رضوان الله عليه، يقول ففزعت. لماذا؟ خشيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا الطعام فلا بد أن فيه شيء، لأنه يوحى إلي، فخفت من هذا الطعام الذي رفعه إلينا رسول الله. فنزلت إلى رسول الله مسرعا، قلت يا رسول الله كنت إذا أكلت قصدنا أنا وأم أيوب موضع أصابعك نتبرك بذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا أيوب إنما أنا رجل أناجي وأناجى، أنا أكلم ربي ويكلمني ربي، وإن هذه الشجرة تتأذى منها الملائكة. فقلت يا رسول الله أنا أكل؟ قال كلوا أنتم إني لست كهيئتكم. انظر إلى كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي أيوب إنه طعام خبيث لأن فيه كذا وكذا، ولكن أراد أن يطيب خاطر أبي أيوب رضوان الله عليه وأن يبين له لماذا لم يأكل. قال يا أبا أيوب إني رجل تغشاني الملائكة وإني أناجي رب العالمين تبارك وتعالى، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من هذه الروائح، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. يعني إيه؟ هل معنى ذلك أنه يحرم علي أن يدخل المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا كمال الأدب مع رب العالمين تبارك وتعالى، يريد أن يبين لك أنك لا تعيش في هذه الدنيا وحدك، وأنه ينبغي عليك أن ترعى مشاعر الناس، ينبغي عليك أن تؤلف هؤلاء الناس، أن يشم الناس منك ريحا إذا شموا ريح طيبة، إذا جالسك الناس أن يروا فيك خيرا، أما أن يتأذوا من رائحتك فإنه إذا تأذى منك الناس تأذت منك الملائكة، فإذا تأذت منك الملائكة الله تبارك وتعالى لا يرضى بذلك ولا يحب من عباده المؤمنين، لأن شأن المؤمن دائما، واعلموا هذه، شأن المؤمن دائما أن يكون أنظف الناس ثوبا، أن يكون أحسن الناس هنداما، أن يكون أطيب الناس رائحة. لماذا؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا.